بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات أطباء الكلى، أطباء زمالة الكلى المصرية، طبعا أنا سعيد جدا النهاردة الأربعاء 11 مارس 2020، إحنا زي ما اتفقنا على أن إحنا على الزوم لايف هيبقى فيه محاضرات، لكن النهاردة برضو قلنا نبدأ سلسلة الإلكترولايت والأسيد بيز ديستيربنس مسجلة، وهيبقى بعد السلسلة دي كلها ما تخلص هنرفع اللينكس، هتبقى موجودة على السايت بتاعكم اللي على موقع الجمعية، وهيبقى في اوبن بوك اكزام اونلاين، اللي هيحل الاكزام يجيب 60% او اكتر يبقى معناه انه حضر الكورس كويس. وفي نقطة مهمة جدا، انه الامتحانات اللي هتتحط على موقع الزمالة دي هتأخذ بعين الاعتبار كنشاط. بيسرني النهاردة طبعا وجود الزميلة الفاضلة الدكتورة رشا سمير، مدرس الكلى بطب المنصورة. دكتور رشا من الناس المتميزين جدا، وقلنا نبدأ، كل الناس متخيلة نبدأ الالكترولايتس بهايبو ناتريميا هايبو كاليميا، النهاردة نفاجئكم هنبدأ بالهايبو فوسفاتيميا. دكتور رشا سمير اتفضلي. السلام عليكم، شكرا لحضرتك يا دكتور حسين. ان شاء الله هحاول ان انا اغطي المين بوينتس اوف الهايبو فوسفاتيميا. دي الاجنده اللي هتكلم عنها، باك جراوند، الفوسفيت هوميوستاسيس، ايه تعريف الهايبوفوسفاتيميا، ايه اسبابه، how to diagnose and how to treat. As a background، الفوسفورس كاليمنت يمكن من العناصر اللي ما فيش ليه سبستيتيوت لسستيننج الحياة على هذا الكوكب. الفوسفورس اكتشف في الانشنت روم، لكن سر تحضيره فقد او ضاع لعصور طويلة، لغاية ما تمكن العالم الالماني هينينج برانس ان هو يفصل الفوسفورس من اليورين. وقتها وصف الفوسفورس لانه لقاه جلوينج او ليومينوس، مضيء في الظلام، بيقول كولد فاير. هينينج براندس احتفظ لنفسه بطريقه تحضير الفوسفورس لغايه ما باعها مقابل مبلغ مالي لاكاديميه العلوم في باريس، وفضلت هذه الطريقه المعروفه لتحضير الفوسفورس حتى اكتشف السويدي تشيل اللي هو مكتشف الكلورين طريقه تانية لتحضير الفوسفورس من البون. املاح الفوسفورس موجوده في النيتشر وايدلي ريبريزنتد، الماينرز والناس اللي بتشتغل في الجيولوجي بيقدروا يفصلوها من الروكس ومن بعض الصخور اللي استخدمها في الزراعه والصناعه. كمان الفوسفيت سبلمنتيشنز بتستخدم لدعم الثروه الحيوانيه، يمكن كالسيوم فوسفيت سبلمنت ممكن تستخدم لل سبورت ديفلوبمنت اوف التيس والبون في الليفستوك والبولتري والبيتس. لما اتكلم على الفوسفيت هوميوستاسيس، زي ما قلنا ان الفوسفورس ده عنصر حيوي للحياة على وجه الارض، فهو also في الهيومن بينج one of the most critical elements، one of the most important molecular elements للnormal cellular function، لان الفوسفورس integral component للnucleic acids اللي بيستخدم في replication of DNA والRNA. هذا الwidespread inclusion او incorporation الفوسفورس في البودي سيلز بيعكس ان اي operation للسيرم فوسفورس هيبقى highly impactful. علشان نفهم الـ distribution of الفوسفيت بول inside the body، زي أي إلكترولايت الفوسفيت distributed بين الـ intracellular compartment، وهو ده الـ main compartment أو الـ main pool of phosphate موجود جواه، أو الـ extracellular ممثلا في الـ intravascular والـ interstitial compartment. الحقيقة أن around 50 millimore per liter موجودة في الـ intravascular compartment، و only small amount about 1 millimore per liter موجودة في الـ interstitial fluid وزيها في الـ intravascular fluid، وفي free equilibration بين الـ two compartments passively. طيب الجزء اللي موجود intracellular up to 85% منه موجودة في البون والتيس، في small portion freely mobile بيقدر يتحرك بين الـ compartment، وده بيمثل الـ main buffer اللي بيعمل equilibration مع الـ extracellular compartment سواء الـ interstitial أو الـ intravascular fluid. أما المين بول around 40 مليمول بر لتر من الفوسفيت موجودة complex to other proteins زي الفوسفوكرياتين، زي الجوانوزين فوسفيت، زي الأدينوزين. الحقيقة إن عملية دخول الفوسفورس للإنتراسيلور كومبارتمنت ما هياش passive process، لكنها معتمدة على certain transporter هو الصوديوم فوسفيت co-transporter. الصوديوم فوسفيت co-transporter موجود في الانتستين intestinal brush border، موجود في renal tubular cells، والreabsorption of phosphate من خلال هذا الترانسبورتر is under the regulation of three main hormones: الباراثيرويد هرمون، الفيتامين دي،
and the fibroblast growth factor 23. These three hormones tend to maintain the serum phosphorus within its normal range, which is nearly from 2.8 to 4.5 mg per deciliter. لكن يجب أن نضع في الاعتبار أن الفوسفات بيخضع على circadian variations. The level of the serum phosphate ممكن يزيد by about 0.6 mg per deciliter في الافترنون. كمان ممكن يبقى فيه postprandial rise للسيرم فوسفات. فكنت result السيرم فوسفات هو net balance بين intestinal absorption وبين renal excretion. الافريج nutritional diet بتوفر تقريبا around 1000 mg من الفوسفات per day. الانتستان daily absorb from 600 to 1000 mg والكيدني daily excrete 600 mg. في كمان about 200 mg بيحصل لهم excretion في الفيسز، يبقى الجزء الصغير المتبقي هو ده الجزء اللي يحصله deposition في البون، وهو ده المين بافر المسؤول عن تعويض السيرم فوسفورس في حالات الهايبوفوسفاتيميا. ونقدر نقول ان في daily continuous process بين الفوسفات deposition والفوسفات resorption of about 300 mg per day. يبقى بداية من الانستينال absorption، الصوديوم فوسفات co-transporter موجود على الانستينال brush border، بيحصل absorption للفوسفات من الانستينال lumen passing into the blood and this mainly under the action of calcitriol. طيب بالنسبة للكيدني، الصوديوم فوسفات co-transporters موجودة في البروكسيمال رينال تيبيولز. Under normal conditions الكيدني هي المين organ المسؤول عن الفوسفات هوميوستاسيس. الصوديوم فوسفات co-transporters اللي موجودة في البروكسيمال convoluted تيبيول بتقوم بامتصاص الفوسفورس in conjunction مع الصوديوم. العملية دي inhibited by two main hormones هما الباراثيرويد هرمون والفايبروبلاست growth factor 23. علشان كده بنقول ان البي تي اتش والاف جي اف 23 دي فوسفاتوريك هرمونز بتنهانس الفوسفات اكسكريشن او الفوسفات ويستج. الاف جي اف 23 ده هرمون برايمري ريليزد من الاوستيوسايت، لكن ليه ويك بايندينج افينيتي، علشان كده محتاج بروتين تاني يكون ان كونجنكشن معاه هو الكلاسو. However ان في اذر فانكشنز ممكن تبقى ميديتد بالاف جي اف 23 اندبندنت اوف الكلاسو. مش بس البي تي اتش والاف جي اف 23 هما اللي بيعملوا انهيبيشن او ريجوليشن لوظيفه الصوديوم فوسفات ترانسبورترز في الكيدني، لكن كمان في اذر هرمونز زي الجروس هرمون، زي الانسولين، زي الثايرويد هرمون، زي الفوسفاتونينز فاميلي اللي ممبر منها الاف جي اف 23، وينضم ليها اذر ممبرز زي الاف جي اف 7 والسكريتد فريزلد ريليتد بروتين 4. ايه هو تعريف الهايبوفوسفاتيميا؟ زي ما قلنا ان النورمال فوسفات رينج رينجز بتوين 2.8 تو 4.5 ملي جرام بير ديسيليتر. فاي ديكريز للسيرم فوسفات ليفل بلو 2.5 ملي جرام بير ديسيليتر از كونسيدرد هايبوفوسفاتيميا. لو الليفل ده قل عن 1 ملي جرام بير ديسيليتر ذيس از بروفاوند اور سيفير هايبوفوسفاتيميا. بس نخلي بالنا ان الهايبوفوسفاتيميا از ا كومون لابوراتوري ابنورماليتي، يعني لو قسنا سيرم فوسفورس لمجموعة من البيشنت hospitalized for various purposes or various indications هنلاقي ان نسبة منهم تصل ل 5% ممكن يبقى عندها هايبوفوسفاتيميا. ده كمان ممكن يبقى ماسكد ان في other conditions زي الهيموليسيس والهايبرليميديميا ممكن تعمل falsely elevated levels. نيجي المحطة مهمة هي الاتيولوجي of هايبوفوسفاتيميا. إذا كان النت ريزلت أو النت سيرم فوسفورس إليفيتد ليفل من الهايبو ولا الهايبر فوسفاتيميا؟ الهيموليسيس لا هايبر إليفيتد ليفلز هايبر فوسفاتيميا، فبتماسك الهايبو فوسفاتيميا لو هي موجودة. إذا قلنا إن الفوسفات هو نت بالانس بين الإناديكويت إنستاينال أبزوربشن أور إنتيك أند الكيدني إكسكريشن، فأهم مين كوزس للهايبوفوسفاتيميا هو إيزر إن الانتستينال أبزوربشن قليل نتيجة ديكريز انتيك، نتيجة برولونجد بور دايتري سورسز، انتستينال مال أبزوربشن،
انتستينال بايندينج لو البيشنت بيستخدم حاجه زي الومنيوم او مغنيسيوم كونتيننج انتاسيد دي ممكن تبايند الفوسفات في الانتستينال يومن، او ان يكون في انكريز الاكسكريشن اوف الفوسفات. ده هيحصل لما يبقى عندي هاي ليفلز من الفوسفاتوريك هرمونز اللي احنا قلنا برايمرلي الباراثايرويد هرمون، الفوسفاتولين زي الاف جي اف 23 والاف جي اف 7، لو في فيتامين دي ديفيشنسي، واضافه لده في عندي مجموعه من الانهيريتد رينال فوسفات ويستنج سيندرومز هنتكلم عنها. فاذا الرينال فوسفات ويستنج سيندرومز ممكن تبقى برايمري ايذر ان ده ايزوليتد فوسفات لوس اور كومبايند مع مولكيولز تانية زي ما بيحصل في الفانكوني سيندروم، ممكن كمان يحصل امينو اسيدوريا او جلوكوزوريا، او ده ممكن يبقى هيريداتري سواء اكس لينكد اوتوزومال دومينانت اوتوزومال ريسيسيف هايبوفوسفاتيميك ريكتس. الرينال فوسفات ويستنج كمان ممكن يبقى سكندري لليوز اوف دايوريتكس، سبيشالي لو الدايوريتكس دي بروكسيمالي اكتنج زي الاسيتازوراميد او بعض السايزايد دايوريتكس اللي بتشتغل على البروكسيمال تيبيول، خصوصا لو ليها كاربونيك انهيدريز انهيبيتوري اكتيفيتي زي الميتولازون، او اكيوت فوليوم اكسبانشن اي كونديشن هتزود الفوليوم اوف يورين او هتنهبت البروكسيمال صوديوم ري ابزوربشن بالتاكيد هتعمل هايبوفوسفاتيميا نتيجه انكريز الفوسفات اكسكريشن لان الفوسفات از ري ابزوربد كومبايند مع الصوديوم. الموست كومون فورم اوف الانهيريتد فورمز اوف هايبوفوسفاتيميا هو الاكس لينكد. الاكس لينكد هايبوفوسفاتيميا از برايمرلي ديو تو جينيتك ميوتيشن في سيرتن جين بنسميه الفيكس جين او الفوسفات اندوبيبتايتيز ريجوليتنج جين. الميوتيشن في الجين ده بينتج عنه اوفر اكتيفيتي للاف جي اف 23 او بينتج عنه اوفر اكسبريشن للاف جي اف 23 اللي هو بدوره فوسفاتوريك هرمون وبيزود الفوسفات اكسكريشن. ولان المين بول من الفوسفات موجود انسايد ذا بون اندر ذا كنترول اوف البي تي اتش والفيتامين دي والسكس هرمونز والنيت بالانس بي فيري اكوردنج تو ذا ايج، فالبالانس بيبقى بوزيتيف ديورينج تشايلد هود علشان الجروس وزيرو في اليانج ادلت ونيجاتيف في الالدرلي بيشنت، فالسيمتومز اولسو هاد فيري اكوردنج تو ذا ايج. فالاكس لينكد هايبوفوسفاتيميا لو بنتكلم على بيدياتريك بيشنت او تشايلد هيبقى فيه ريكتس ديلايد جروس ديلايد موتور ديفلوبمنت، في الادلت مور فراكشرز اكسترا اوسياس كالسيفيكيشنز اوستيو ارثرايتس، وبوث ممكن يشير شورت ستيتشر ديفورميتيز توث ابنورماليتيز توث ابسيسيز اوستيوماليشيا ستيفنس في الجوينت والماسل. في حاجه تانية مهمه ان مع الميوتيشن اوف الفيكس جين والاوفر اكسبريشن اوف الاف جي اف 23 بيحصل اكتوبيك كالسيفيكيشن في الكيدني في صوره نيفروكالسينوزيس او في البلاد فيزل ذيس از كارديوفاسكولار كالسيفيكيشن. ويمكن التفسير اللي افترض للمشكله دي هو ان مع الانكريز الفوسفات اكسكريشن بيحصل انكريز للكالسيوم ري ابزوربشن، يمكن ده يفسر النيفروكالسينوزيس، لكن لقوا ان البيشنت اللي هم انتريتد اللي ما خدوش علاج ما بيحصلش عندهم مشكله النيفروكالسينوزيس او الاكتوبيك كالسيفيكيشن، وده اسيوم ده اكتر ان هذا الكومبليكيشن هو كومبليكيشن للتريتمنت بالاكتيف فيتامين دي في ان ذوز بيشنت ويز ريكتس. طبعا مع البون ابنورماليتيز هيبقى فيه كمان دنتال ابنورماليتيز، اند ذس از ذا مين ديفرنس بتوين ذا مين 3 تايبس اوف الهايبوفوسفاتيميك ويستنج سيندروم: اكس لينكد هايبوفوسفاتيميا، الميوتيشن مينلي ان ذا فيكس جين، اوتوزومال دومينانت هايبوفوسفاتيميك ريكتس، الميوتيشن ان ذا اف جي اف 23، الاوتوزومال ريسيسيف الميوتيشن ان ذا دي ام بي 1 جين. لان 3 تايبس هما اف جي اف ديبندنت فلاقي ان الاف جي اف 23 عالي في الثلاث انواع، الاوستيوماليشيا برايمري افكت ان ذا 3 تايبس، اما النيفروكالسينوزيس هو سكندري افكت اونلي في الاكس لينكد هايبوفوسفاتيميا. الانديكوت انتيك او انكريز الاكسكريشن هما تو برينسيبال كوزز، لكن في اسباب تانية زي ان ممكن الهايبوفوسفاتيميا تحصل نتيجه شيفت فروم الاكسترا سيلولر تو ذا انترا سيلولر سبيس. كمان البيشنت اللي بيرسيف رينال ريبليسمنت ثيرابي خصوصا لو هي برولونجد كونتينيوس واجريسيف ممكن يحصل لهم هايبوفوسفاتيميا. طب ليه امتى الشيفت فروم الاكسترا سيلولر تو انترا سيلولر سبيس ممكن يعمل هايبوفوسفاتيميا؟ الأكيوت ريسبيراتوري الكالوزيس ده يمكن ده الموست كومون كوز اوف هايبوفوسفاتيميا في الهوسبيتالايزد بيشنت.
ان مع الزياده اللي بتحصل في الانتراسيلولار بي اتش ده بيستيموليت الفوسفوفراكتوكاينيز اكتيفيتي وبالتالي بيزود الماسل ابتيك اوف الفوسفات على حساب الانترافاسكولار اماونت او بول. الهانجري بون سيندروم بعد الباراثايرويدكتومي او بعد استخدام السينا كالسيت تريتمنت بيترك خلايا البول متعطشه للكالسيوم والفوسفات with excessive deposition في البون وبالتالي على حساب الانترافاسكولار كومبارتمنت. الحاجه الثالثه والمهمه هي increase الانسولين في الدي كي اي تريتمنت او الريفيدنج. واللي بيحصل في الريفيدنج ان مع البرولونج ديستارفيشن لما يبتدي البيشنت ياخد دايت افتر ليتر اون بيحصل اكتيفيشن عدد من الميتابوليك بروسيسز اللي كلها ديبندنت على الاي تي بي وكلها ديبندنت على الفوسفات اللي داخل في تركيب الادينوزين او الادينوزين ترايفوسفات وبالتالي بيتاثر ويحصل مشكله الريفيدنج سيندروم والهايبوفوسفاتيميا. البوست ترانسبلانت هايبوفوسفاتيميا يمكن بتمثل واحده من الهاي ريسك جروبز للمشكله دي وهم البيشنت بوست ترانسبلانت. Up to 80% من البيشنت في الفيرست 3 مانس افتر كيدني ترانسبلانتيشن ممكن يحصل لهم هايبوفوسفاتيميا والبيرسنت دي بتقل بالتدريج through the first year after transplantation لدرجة توصل ان by one year after transplantation less than 5% من البيشنت هيبقى عندهم هايبوفوسفاتيميا. المين causes of post-transplant hypophosphatemia also ربما بresistant hyperparathyroidism استخدام الاميونوسابريسيف دراجز وبصورة خاصة الكورتيكوستيرويد reduced intestinal absorption of الفوسفرس و sometimes high levels من الفوسفاتوريك سابستانس زي الفوسفاتونينز او الباراثيرويد هرمون. وعلى الرغم اننا نحتاج ان احنا نعمل replacement لهذه الديفيسيت in those patients الا ان هناك بعض debatable evidence اللي اتنشر الى ان البيشنت with hypophosphatemia كان في معهم favorable outcomes as regard the graft failure والكارديوفاسكولار مورتاليتي على اللونج ران. How to diagnose hypophosphatemia. The diagnosis principally هي rely على الكلينيكال مانيفستيشنز واللابوراتوري دايجنوزس. الكلينيكال مانيفستيشنز مش كل البيشنت اللي عندهم هايبوفوسفاتيميا سيمتوماتيك. السيمتومز بتعتمد على الريت اوف اونست rather than السيفيريتي اوف الفوسفات ديبليشن. يوجوالي موست بيشنت هيبقوا سيمتوماتيك لما السيروم فوسفات يقل عن 1 ملي جرام بير ديسيليتر وخصوصا لو في انتراسيلولار فوسفات ديبليشن. Otherwise معظم البيشنت اسيمتوماتيك. الهايبوفوسفاتيميا incidental finding في 5% من الهوسبيتالايزد بيشنت. الهايبوفوسفاتيميا هتبقى more prevalent as a symptoms في البيشنت الالكحوليكس البيشنت الدي كي اي والبيشنت with sepsis. لو اتكلمنا على الكلينيكال مانيفستيشنز اوف هايبوفوسفاتيميا طبعا الفيرست سيستم افكتد هو الماسكولوسكليتال سيستم وبصفه خاصه البون باي ديس ديسريجوليتد مينرال ميتابوليزم. فممكن يحصل ريكتس في التشيلدرن اوستيوماليشيا في الادلت ويز باوينج ولايبيلتي للفراكشرز. ومع هذا الديسريجوليشن المينرال ميتابوليزم كمان بيحصل اكتوبيك كالسيفيكيشن او نيفروكالسينوزس او رينال ستونز مع وجود سترايكينج هايبر كالسوريا. الاي تي بي ديبليشن هيأثر كمان على السي ان اس فالبيشنت ممكن يحصل ميتابوليك انكفالوباسيس رينجينج فروم مايلد اريتابيليتي تو مور سيفير مانيفستيشنز زي السيجرز والكوما او السنترال اكسترا بونتاين مايلينوزس. الكارديوفاسكولار سيستم ممكن يبقى فيه impairment للميوكارديال contractility مع depletion of the ATP with higher incidence of ventricular arrhythmias. السموث muscle والسكليتال muscle both can be impaired in case of hypophosphatemia. فممكن يبقى فيه impairment في diaphragmatic contractility respiratory failure والبيشنت اللي على ventilators بيبقى فيه prolonged ventilator dependency in those patients. كمان بيبقى فيه decrease في net acid excretion وبالتالي بيشنت with hypophosphatemia بيبقوا liable ان يحصل عندهم metabolic acidosis. السموث muscle او السكليتال muscles also liable ان فيه abnormalities فالبيشنت with hypophosphatemia can develop muscle dysfunction proximal myopathies rhabdomyolysis and sometimes dysphagia and ileus نتيجة affection للسموث muscles of the gastrointestinal tract. And this is a differential diagnosis of hypophosphatemia. قلنا ان either في increase في renal excretion وده ممكن يبقى FGF23 dependent or non-dependent.
ال FGF23 dependent هي الهيرديتري سيندرومز، الاكس لينكد او الاوتوزومال دوميننت او الاوتوزومال ريسيسيف هايبوفوسفاتيميك ريكتس. النون FGF dependent بيشمل الهايبر باراثايرويدزم، الدايوريتكس او بعض الهيرديتري فورمز اللي مش سببها مشكله في ال FGF23 لكن سببها مشكله ميوتيشن في الكو ترانسبورتر الصوديوم فوسفيت كو ترانسبورتر اتسلف. Otherwise ممكن يبقى في مشكله في الانسينال ابزوربشن او اكسترا سيلولر او ترانس سيلولر شيفت زي ما قلنا، او بعض الاذر كوزز زي المانيتول والبيسفوسفونات. علشان اشخص اول حاجه هعملها ان انا اعمل سيرم فوسفورس ليفل. لو السيرم فوسفورس اقل من 2.5 ده معناه ان في هايبوفوسفاتيميا. الخطوه الثانيه انا عايز اعرف السيرم فوسفورس ليفل ده قليل نتيجه ديفيشنسي في الانتيك ولا انكريز الاكسكريشن فاي ذا كيدني. فهشوف الفوسفورس في اليورين، اذا انا هشوف 24 اور يورينري فوسفيت اكسكريشن او ان انا اعمل الفراكشن اكسكريشن اوف فوسفورس. علشان احسب الفراكشن اكسكريشن اوف فوسفورس محتاج ان انا اقيس الفوسفورس في اليورين والفوسفورس في البلازما واعمل الكوريليشن ده مع الكرياتينين في اليورين وفي البلازما also. نورمالي ال 24 اور يورينري فوسفيت اكسكريشن less than 100 ملغ والفراكشن اكسكريشن اوف فوسفورس less than 5%. لو ال 24 hour urinary phosphate او ال fractional excretion of phosphate قليل ده معناه ان في decrease intake او intracellular shift. لو عالي ده معناه ان في increase renal losses اللي ممكن يكون FGF dependent او independent. لو رجعنا الاسباب وفي ال FGF independency الاول يبقى ممكن يكون BTH عالي فعمل ال BTH. لو الباراثورمون عالي يبقى ده hyperparathyroidism. لو لا هشوف الفيتامين دي. لو الفيتامين دي قليل خلاص يبقى دي حاله فيتامين دي ديفيشنسي. If not يبقى this is condition of FGF mediated disorders. Last station هو التريتمنت. هل انا محتاجه اعالج كل البيشنت with هايبوفوسفاتيميا؟ امتى اعالج؟ عند اي ليفل؟ وطبعا وانا بعالج بضع في اعتباري ان انا شو تارجت الكوزز، whether that decrease in intake or increase in losses or transcellular shift, treatment of the cause should be the principal step of treatment. قبل ما اوصف فوسفيت ريبليتنج ريجيمنز لازم اجاوب على ثلاث اسئله. هل ايه هو السيرم فوسفيت كونسنتريشن؟ هل البيشنت سيمتوماتيك اور نوت؟ وهل البيشنت يقدر يريسيف اورال تريتمنت اور نوت؟ الريبليشن وذ دايت should be always a considered step in treatment. يمكن بعض الدايتس زي السكيم ميلك ممكن توفر ابروكسيمت 15 ملي مول بر لتر من الفوسفات، 15 ملي مول عفوا من الفوسفات لكل 480 ملي لتر سيرفينج. لو السيرم فوسفات اقل من 2 لكن ستيل اكتر من 1 هنا اقدر ادي اورال فوسفات. في بعض الكوميرشالي افيلبل بريباريشنز للفوسفات سبلمنتيشن، بعضها بوتاسيوم فوسفات كونتيننج بريباريشنز اور صوديوم فوسفات اور يمكن دايبيزيك بريباريشنز. الكوميرشال افيلبل بريبريشنز التركيز بتاع التابلتس 250 ملي جرام. طب انا محتاجه ادي قد ايه؟ كل تابلت فيه 250 ملي جرام بيديني تقريبا 8 ملي مول من الفوسفات. طب البيشنت اللي عنده هايبوفوسفاتيميا محتاج كام ملي مول بير داي؟ محتاج من 1-1.3 ملي مول بير كي جي فوسفورس بير داي. لكن انا عندي ابر ليميت اور ماكسيمم اوف 8-100 ملي مول divided على 3-4 doses per day. طيب امتى اوقف؟ لما الفوسفات السيرم فوسفات يبقى greater or equal to 2 milligram per deciliter. يبقى once ان الفوسفات بقى اقل من 2 ده indication ان انا ابدا oral replacement therapy. طالما اقل من 2 واكتر من 1 في oral or commercially available preparations التابلت تركيزه 250 milligram. ال 250 ملي جرام دول بيدوني 8 ملي مول من الفوسفات. انا محتاجه في اليوم من 1-1.3 ملي مول بير كي جي. يعني لو البيشنت وزنه 80 كيلو جرام فانا محتاجه 80 ملي مول، يعني 8 تابلتس من الفوسفات بوتاسيوم فوسفات بير داي. لما السيرم فوسفاتي اكسيد 2 ملي جرام بير ديسليتر ده انديكيشن ان انا اوقف الاورال فوسفات ريبليشن. طب امتى استخدم الانترافينوس ريبليشن؟ لو السيرم فوسفات اقل من 1 ملي جرام بير ديسليتر. برضه في commercial available intravenous preparations من الصوديوم فوسفات والبوتاسيوم فوسفات.
وهوقفها لو الفوسفات السيرم فوسفات ليفل بقى اعلى من 1.5 ميلي جرام بير ديسيليتر. بس في نقطه مهمه، ان الانترافينوس فوسفات شود بي يوزد ويز كوشن، لان ممكن يحصل له بريسيبيتيشن مع الكالسيوم في الكدني ويعمل كونسيكوانت هايبوكالسيميا ينتج عنها فيتال اريزمياز. In the end, take a home message. The phosphorus level is a net balance between the intestinal absorption and renal excretion. Daily, في amount نقدر نقول إن هي تقدر قريبة من ال amount absorbed equal to the amount excreted per day. The net result is our net amount is deposited في البون، وهو ده the main buffer للphosphate pool in the body. The causes accordingly either decrease the intake or impaired absorption or increase the excretion of phosphorus نتيجة phosphate wastage or increase the level of phosphatoric hormones or extracellular shift of the phosphate extracellular to intracellular shift of the phosphate. The diagnosis I should know if there is hypophosphatemia. I will rely on the 24 hour urinary phosphate fractional excretion of phosphorus. If it is low, then we have nutritional deficiency or decreased intake. If it is high, check for the causes of phosphate wastage or increased phosphate excretion. A treatment should be considered for any patient with serum phosphate level below 2. If it is more between 1 and 2, we can give oral phosphate replacing therapy. If it is less than 1, we can give intravenous phosphate replacement and stop when it exceeds 1.5 milligram per deciliter. And then a lot source in nature in our diet is rich in phosphorus and can be used to prevent such complication. And thank you. طبعا في نهايه المحاضره بشكر الدكتوره رشا على العرض الشيق الابلايد والكلام يعني الفيري سيمبل ومفيد. انا ليا بعض التعليقات البسيطه. انا مبسوط جدا ان حضرتك قلتي ان ده اف جي اف 23 ولا لا، لانه حاليا في الاكس لينكد هايبوفوسفاتيميك ريكتس او اللي هو السندرومز اللي انت تعرضت اليها بقى فيه مونوكلونال انتي بودي اعتقد اسمه بيرزوماب لو انا فاكر، ده بيانتاجونايز الافكتس بتاع الاف جي اف 23، يبقى فيه دواء وبقى افكتيف في ريبليشن اوف فوسفورس وكوركتنج. فده والوقت بيبقى ستيمولاتنج اور مايند، هل ده ممكن يستخدم في رينال فيلر ولا لا؟ لغايه دلوقتي ما يعني ما نقدرش نقول انه ممكن يستخدم، فده لاين من اللاينز اللي موجود. الحاجه الثانيه انت عارفه ان احنا انترستد قوي بالترانسبلانتيشن، والهايبوفوسفاتيميا از ا كومن فينومينا بنلاقيها بعد ترانسبلانتيشن ولها اسباب عديده، من ضمنها ان ممكن البيشنت ما بياخدش اكل فيه فوسفيت بشكل كافي وباليوريك فبندي له فلويدز ما فيش فيها فوسفرس. الحاجه الثانيه انه الهايبر باراثيرويديزم بتبقى متبقيه شويه، وبقى عندي كدني جديده فالبي تي اتش يشتغل على الكدني الجديده فيعمل فوسفاتوريا فيبقى لص الفوسفيت. الحاجه الثانيه ان البون بيبقى هانجري، فالبون هانجر سيندروم ياخد شويه كمان من فوسفورس. ناهيك عن احنا ساعات بنستخدم ادويه بتعمل فوسفيت بايندرز زي الانتاسيدز وما شابه. اما بنلاقي طيب هل وجود الهايبوفوسفاتيميا افتر ترانسبلانتيشن ده نذير شؤم ولا حاجه جيده؟ اتز ا جود فينومينا، لان معناه ان الكدني شغاله، ده احد الاكسيس. لكن احنا ما بنحبش الهايبوفوسفاتيميا العنيفه اللي تحت الواحد، فاللي تحت الواحد دايما بندي اي في انفيوجن من الصوديوم فوسفيت، لانه بنخاف بقى من المسل باراليسيس والهيموليتيك انيميا والكلام ده، فبنريزيرف الانترافينوس فوسفيت للسيفير لو ليفل من الهايبوفوسفاتيميا افتر كيدني ترانسبلانتيشن. وطبعا الكلام السلايد اللي قبل الاخيره اللي حضرتك حطيتيها اللي هو الفودز، فبنكرج بروتين وكلام زي كده بحيث ندي سورس، لكن تحت الواحد بندي فوسفيت انفيوجن، وفعلا ما بيطلع فوق الواحد ونص ممكن نوقف الاي في. المشكله الحقيقيه احنا كان عندنا في وقت من الاوقات النيوترال فوسفيت كبسولز موجوده اللي هي 250 ملي جرام، حاليا مش موجوده في الماركت. طب هل في اذر سورس موجوده ممكن نستخدمها ولا هو الدايت وخلاص ولا نعمل ايه؟ يمكن في بعض البريبريشنز اللي موجوده في الماركت مش فوسفيت مالي، يعني فيها مالتيبل نيوتريشنال اليمنتس وكومبوننت منها الفوسفيت. طبعا دي هتبقى محفوفه بالمشاكل، لان ممكن يبقى علشان اخد كميه فوسفورس زي ما انت حضرتك اشرت وقلتي ان انا ممكن ابقى 8 تابلت 10 تابلت في اليوم علشان اخد السفشنت اماونت اللي تسمح لي بالفوسفيت يزيد، هاخد هيرويك دوز من حاجات تانية انا مش عاوزها، فطبعا ده مش هيبقى جود تشويس. فاحنا عشان كده في الترانسبلانتيشن تحت الواحد بندي اي في،
فوق الواحد بنكرج الاورال فيدنج وبنتابع الفوسفيت، لكن بنقول لكم ان الفوسفيت الهايبوفوسفاتيميا افتر ترانسبلانتيشن هي مجرد ريفلكشن ان في كدني جديده بدات تشتغل. في نهايه المحاضره بشكر الدكتوره رشا على العرض الشيق، وان شاء الله نكمل مع بعض سلسله الالكترولايت والاسيد بيز ديستربنس. الى اللقاء، واشكركم على حسن الاستماع، وان شاء الله هيبقى في اوبن بوك اكزام، هيبقى في جزء ام اس كيو كيسز على الهايبوفوسفاتيميا. شكرا دكتوره رشا، شكرا.